نهارك سعيد توني. نهارك سعيد أسماء، نهاركم سعيد مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. اليوم حلقة جديدة منطلع عليكم على مدار ساعتين ونصف الساعة بمواضيع مختلفة، طبيعيا، صحيا، علميا، فنيا، موسيقيا، كالعادة مثل ما عودناكم مشاهدينا، مثل ما عم يذكر توني. فعلا موضوع مواضيع جدا غنية وحلقة جدا دسمة مثل ما بيقولوا عنا بسوريا وبلبنان. بلبنان كمان بيقولوا عنا لهيك دسمة، دسمة عنا بالسوري كمان. مثل ما عودناكم مشاهدينا، بالنسبة ل خلينا هيك نفوت فورا بمواضيع البرنامج. بالنسبة لموضوعنا الأول هو مصطلح جديد بالطبيعة، بالتعامل مع الطبيعة، طريقة التعامل مع الطبيعة، هو ترجموه بالحياة المستدامة. فريقنا ترجمه بهالطريقة، هيدي هو المصطلح الحقيقي، بريماكولتور، يعني الانسجام الكامل توني مع التراب، مع الطبيعة، تعامل بطريقة جدا متناسقة ومستديمة ومستدامة مع الطبيعة بدون أي مواد، مو مواد، بدون أي أفكار تجارية خلينا نقول، يعني بطريقة منصفة جدا للطبيعة. لهيك راح يكون في عنا ضيفنا، هو من السباقين بهالموضوع هذا بتركيا على فكرة، وله بعض المشاريع بأرض الواقع، راح يخبرنا عن مغامرته. فعلا حركة مهمة كتير، يمكن الإنسان أنا خليني كمان إذا بدك أسمع فسر هالموضوع بالعلاقة البريئة بين الإنسان والتراب. يعني في براءة، ما في غاية تجارية أو غاية خلينا نقول اقتصادية ضخمة، في علاقة حب بين التراب والإنسان، مزروعات بتكون نابعة من القلب أكثر ما هي نابعة من الأرض. صحيح، هيدي سلسلة الحياة اللي رب العالمين خلق لنا إياها بهالطريقة هيدي. يمكن نحن بعد مغامرة طولت سنوات طويلة، عصور طويلة مع التكنولوجيا وتطوير بعض الأمور، يمكن نحن عرقلنا هالسلسلة هيدي. فهلأ عم يصير في فعلا محاولات بالطبيعة لإعادة الإنصاف بالتعامل مع الطبيعة، وهالموضوع هاد يعني الحياة المستدامة مثل ما ترجمناه، يمكن هيدي مبادرة من مبادرات الإنصاف بالطبيعة. صح. أما بالفقرة الصحية، بالفقرة الثانية مع أسماء، رح تكون ضيفتنا دكتورة، هي عربية كمان. صحيح، طبيبة عربية رح تكون معنا، على الأغلب رح نحكي معها باللغة العربية، هي أخصائية أمراض نسائية. مشاهدينا رح نحكي بشكل خاص، طبعا رح نحكي عن الأمراض النسائية، لكن بشكل خاص رح نحكي عن الحمل الخارجي والمشاكل اللي عم بتصيب هالوضع هاد، ورح يكون في عنا أسئلة تانية. أما بالفقرة الثالثة ناطرينا أنا وأسماء بفارغ الصبر، وهي إسطنبول فاشن ويك. صحيح، انتهى جديد الموضة في إسطنبول، انتهى جديد، رح نحكي عن هالمهرجان وهالفعاليات، قديه كان فعلا على المستوى العالمي بإسطنبول وعلى الصعيد العالمي حتى. شفنا مصممين شباب، مصممين أزياء شباب أبدعوا وقدموا تصاميمهم الجديدة والمبدعة، وحتى كمان بنشوف المصممين التقليديين بإسطنبول، يعني المعروفين قصدي بالتقليديين، كمان كان عندهم حصة كتير كبيرة بهالأسبوع. رح نشوف هالتصاميم ورح نحكي أكثر أكثر مع مصممين عن آخر صيحات موضة. بدنا ناخذ الأخبار، وبالفقرة الأخيرة مشاهدينا بالفقرة الفنية في عنا عازف تشيلو وعازف ربابة، ربابة، وحتى رح يعني يرفقوا عازف بيانو. صحيح، يعني آلتين، واحدة من أقصى الشرق وواحدة من أقصى الغرب، بيعزفهم اثنيناتهم سوا. فعلا انسجام غريب، أنا متأكدة رح تكون لحظات جدا ممتعة ومميزة، لهيك ما تفوتوها أكيد. مع تنار بي، تنار أكسل، أهلا فيك. أهلا بكم تنار بي. أنا بافتتاحية البرنامج ذكرت عن هالمصطلحات، قدر ما قدرت أفهم الحقيقة، وذكرت جملة الانسجام الكامل مع الطبيعة. حضرتك قدمت مبادرة مهمة فعلا، يمكن كمان عندك مبادرة بأرض الواقع، وفي عندك كتاب كمان اسمه كريتيك إشيك، يعني الحد الخطير فينا نترجمه، ما بعرف هيك الكاميرا إذا عم تأخده. طيب ممكن تشرح لنا إيمت بلشت حكايتك مع هالمبادرة هيدي، هالمصطلحات يمكن مشان كمان نتعرف عليها.
قبل كل شيء أريد أن أفيدكم بأن ما معنى بيرماكولتور. بيرماكولتور في اللغة الإنجليزية يعني permanent agriculture و permanent agriculture وهو معنيين مختلفين عن بعضهم البعض. معناه أنه الثقافة الزراعية المستمرة التي يقوم بها الإنسان أو أنواع الزراعة التي يمكن أن نستمر بإحيائها. بأن بيرماكولتور باختصار هو أن الإنسان وعلاقته مع الطبيعة وعمله مع الطبيعة وإسراء الطبيعة، هذا معناه بأنه أن يستمر في خلق نظام معين للحياة يتأقلم مع الطبيعة ويستمر مع الطبيعة بشكل مستمر وفقا لعوامل طبيعية جميلة. وهذا يتعلق على هذا يستند على مبادئ أخلاقية خالصة بالإنسان، يتحمل أن يتحمل المسؤولية عليه من طفولته وجميع المسؤوليات التي ملقاة عليه تجاه الطبيعة. حياة الطبيعية مشاهدينا اليوم راح تتناول موضوع صحي وبشكل خاص بهم السيدات، لهيك في عنا طبيبة مختصة بأمراض النساء والتوليد الدكتورة ريماح أشقر. أهلا فيكي دكتورة. أهلا وسهلا فيكي، شكرا. شو حلو الإنسان يحكي بلغته الأم بهالبرنامج، هذا بيكون ممتع أكثر. أكيد ما هي؟ أكيد. طيب دكتورة رح نحكي معك بشكل خاص عن الحمل الخارجي. في البداية ممكن تشرحي لنا شو هو الحمل الخارجي؟ رايدة أنا أحكي باللغة التركية. باللغة التركية بسبب بعض الكلمات صحيح. اللاتينية رح يصير أسهل طيب. شوي. أوكي. تفضلي. بالنسبة لموضوع الحمل الخارجي، هو عبارة موضوع الحمل هو أن عندما تخرج البويضة يتلقفها البيضة الملقحة لقناة فالوب، وعندما لا توجد البيضة الملقحة داخل الرحم هناك حوالي بعض منها يكون داخل قناة فالوب أو بعضها قد يكون داخل في عنق الرحم أو في أي منطقة في خارج الرحم، ولكن أكثر ما نجده في قنوات فالوب. أستاذ عارف، مهرجان ألتون بورتغال انتهى وتوزعت الجوائز لأصحابه، شلون كان هالمهرجان هالسنة؟ شو تعليقك على المهرجان بالأصح؟ مهرجان البرتقال الذهبية في أنطاليا عندما بدأنا العمل به اليوم من هذا قمنا به. Ama tabii ki bize durmak yok. Hep bundan sonra da bir diğerine koşacağız. ولا نتوقف ابدا وسوف نستمر. Altın Portakal Film Festivali çok coşkulu, çok وكان المهرجان ناجحا جدا كما نريد. Dünya ve Türk sinemasının gözü kulağı buradaydı. Taraftarları buradaydı. كان جميع المؤسسات الإعلامية موجودة، المشاهدين موجودين، يمكن جميع أنحاء العالم. كلهم كانوا هنا. لكن ايمت وكيف وباي طريقه قدرت توصل بين هالآلتين، لانه وحده من الشرق وحده من الغرب مثل ما بيقولوا وبكل معنى الكلمه؟ بخصوصي أنا بدأت براديو إسطنبول تيريتي، وكنت أنا أعزف على تشيلو. نعم تشيلو، ولكن هناك كنت أتعامل مع عدة آلات موسيقية، حوالي 50 آلة موسيقية في تركيا وخارج تركيا. كنت أحب الآلات الموسيقية كثيرة جدا، ولكن تعرفي على الربابة منذ حوالي أكثر من 20 عاما وأنا أعزف عليها، على هذه الربابة، وهناك سعي وتكثيف هائل مني كان في هذا الموضوع حول هذه الربابة، وبدون أن نخرب وضعها الأصلي طورناها بما يتناسب مع مولانا والسلاطين الأخرى من قام بإجراء هذه الربابة في الماضي. قمنا هناك تعريف لها في كتبهم هؤلاء القديمين، حافظنا على نفس الآلة الموسيقية. Thank you.
مرحبا، اهلا بكم. اهلا وسهلا فيك نيازي بي. اسطنبول فاشن ويك يمكن صارت محطه سنويه لكل محبي الموضه، وصارت يمكن وضعت نفسها اسطنبول على الخارطه الموضه العالميه. كان عندنا كثير ضيوف، كان قبل كان عندنا كثير مصممين وحتى اصحاب مصانع نسيج، شفناهم انه كلهم اجتمعوا على انه اسطنبول صارت فعلا من عواصم الموضه. خبرنا شوي عن اجواء الفاشن ويك اللي صار بالعروض الازياء. في الحقيقة إسطنبول ليست فقط بما يخص أسبوع الموضة، ليست الموضة فقط هناك، بدأت أن تكون عاصمة لعدة قطاعات أخرى ومجالات أخرى في إسطنبول بخصوص التصميم. أصبحت بلد لها اسمها يتم مراقبتها واتباعها من قبل جميع أنحاء العالم. وأحد هذه التنظيمات المهمة في تركيا هو أن الماركة اتحاد الماركات جمع شمله وأسس هذا الأسبوع الفني تم فيه 43 مصمما، وهناك جمعية المصممين وأنا عضو هيئة الإدارية فيها، وفي لأول مرة نشترك في ذلك، وهناك هيئة جديدة قائمة، وهذا الموضوع بالنسبة لهم مهم جداً.